قالت شروطي تتزوج من كرام بالغصب، وهي دمرت حياة شروطي. بس هلأ أنا ما رح أتحمل اللي عم بيصير أكتر، لهيك أنا رح خليهم ينفصلوا بسرعة يا أنجانا. ما رح خلي شروطي تعاني، هي رح تعاني لسا أكتر من اللي صار معها. وقف، انت كيف بتتجرأ تفوت؟ هلا انا برجيك. سعادتك عندي اياها اهم شيء بالدنيا كلها. ما رح نضل هون، رح نروح على مكان تاني، منروح على بلد تاني، انا وياك، انا وانتي. فيديكا، ممنوع تطلعي برات البيت بقى. هون في خدم وأنا كمان هون موجود لأعتني فيكي. لازم ترتاحي، إذا لزمك شيء قليلي. ما بدي تتدخلي بشي لحتى يولد الطفل، وأنا ما بسمح لك تتدخلي بأي شيء بيتعلق بعائلة أجروال. أنا منيحة ياش. أنت عن جد؟ مانك منيحة. مبارح ساهيل هو اللي حملك وجابك على البيت. انت بتعرفي انه هاد الولد وريث عيلتي وما فيني اتحمل خسارته. على كل إن الحمل ممكن يسبب مضاعفات بهاد العمر حاليا، ومع كل هاي المشاكل اللي عم تصير هون ما رح اسمح يصير شي لابني. انا ماني صغيرة يا ياش، انا بعرف منيح شو عم اعمل. مفكرني مو خايفة على الولد؟ بس كمان انا ما بقبل اني ضل محبوسة بالبيت طول اليوم. لا تاكل همي، أنا رح ارتاح هلأ عالتخت. ياش أنا مرتك وما بشتغل عندك. أنا بعرف هالشي لأنه أنت بتشتغلي لمصلحة شخص واحد بهي الحياة، ويلي هو سهيل. هو الشخص الوحيد يلي بيهمك ويلي بتفكري فيه، والوحيد يلي بتهتمي فيه من بين الكل. صحكي، هو حملك بإيدي على البيت مبارح، ما فكرتي فيني ولا عملتي لي أي اعتبار؟ أنت مفكرتيني مو شايف كل يلي عم يصير هون؟ أنا بفهم منيح. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.